على راديو دوزام. جمعة مباركة، أهلا ومرحبا بكم مستمعين على أمواج راديو دوزام. مرحبا بكم في كل وتمع ليومه الجمعة هذا، دائما بمعية سينابي لياشي. صباح النور. صباح الخير سميرة، وصباح الخير سادة المستمعين، وجمعة مباركة للجميع، والله يتقبل من الجميع يا ربي أمين. اليوم غادي نتكلموا على وليداتكم، على اللي بيبي ديالكم. لعل بزاف من المستمعات اليوم غادي يسمعوا لينا وهما عندهم تربيات صغار، يلاه غادي يفطموهم، يلاه نواو غادي يدوزوا لهم أو غيبداو لهم ان ريجيم اليمونتير، أو يدخلوا لهم الماكلة في التغذية ديالهم. اليوم غادي نعرفوا الخطوات الأساسية والضرورية اللي خصهم يتبعوها باش يضمنوا لهم نظام غذائي متوازن، وباش يضمنوا لهم كذلك هذيك التربية الغذائية اللي طالما تكلمنا عليها في صباحية دوزام وفي كل وتمع. التربية الغذائية قلنا تبدأ من دابا سيداتي، فضروري تسمعوا لنا اليوم وتبعوا النصائح ديال سينابي العياشي. اول حاجه سينابي العياشي، شنو هي النصيحه الضروريه والاساسيه واللي عندها علاقه مع الحلقه ديال البارح؟ نعم، فبطبيعة الحال هذا الموضوع جاء استجابة لمجموعة ديال الناس في صفحات الانترنت اللي عبر فيسبوك طلبوا منا اننا نتحدثوا على هذا الموضوع. بطبيعة الحال حنا دائما راه الاشارة ديالهم، وما تردوش في ارسال المواضيع اللي بغاو يسمعوها من خلال برنامج كل وتمعن. ففيما يخص لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير او التنوع الغذائي باش ندخلوا للطفل، نقطة اللي هي مهمة ونقطة اللي هي ضرورية، لان اول نقطة تتبادر للذهن ديالنا هو فوقاش نبداو هاد لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، لان كاين اللي تيتحدث على 4 شهور، كاين اللي تيتحدث على 5 شهور، كاين اللي تيتحدث على 6 شهور، وما تنبقاوش نعرفوا. ربما الام بعض الاحيان نفسيا تيبان لها بان الحليب راه ما كافيش بالنسبه لولدها، تتبغي تدخله قبل. شنو هي احنا نشوفوا شنو الاخطاء. وكاينين مدارس، كاين مدرسه تقول لك على 4 شهور، مدرسه اخرى تقول لك لا على 6 شهور، ما عرفناش. الوغ اللي كاين هو ان اولا خصنا نفهموا واحد المساله، الطفل دائما ولا الرضيع هو فتره نمو، فادخال اغذيه قبل واحد السن يقدر يخلق له مشكل. ادخال مثلا بعض الاغذيه على السن ديال شهر ولا شهرين راه يقدر يخلق مشكل على مستوى الجهاز الهضمي، ولا مشكل على مستوى الكبد، ولا مشكل على مستوى الكلي. هذه النقطه الاولى باش الناس يفهموا الصعوبه والخطوره ديال الشيء، راه ماشي غير تنجيو تنقولوا 4 شهور ولا 6 شهور. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الوغ فوقاش 4 شهور وفوقاش 5 شهور وفوقاش 6 شهور؟ كاين على حسب واش الطفل اولا تياخذ الحليب ديال الام ديالو ولا لا، او لا تياخذ حليب الصيدليه، او لا تياخذهم بجوج. الوغ الا كان الطفل تياخذ 100% الحليب ديال الام ديالو، هنا تيمكننا نمشيو حتى لست شهور، او لا ممكن نبداو كذلك في 5 شهور. يعني هنا ما عندناش مشكل، حتى لست شهور حليب الام كافي 100% الاحتياجات ديال الطفل ديال الرضيع. الا كان الرضيع تياخذ حليب الصيدليه فقط، ما تياخذش حليب الام ديالو، او لا تياخذ حليب الام وحليب الصيدليه، هنا تنبداو في 4 شهور. واضح. دونك هنا هذه القاعده الكبرى. واخا باش نبداو سينابي العياشي، المعروف والشائع واللي تيقول لنا لي بيديار، خيا نبداو شويه الخضره مسلوقه ولا مبخره معوكه، نعطيوها لوليدات بلا كويير، واش هذه طريقه مزيانه؟ ممكن نعطيوها بلا كويير، ممكن نعطيوها في الرضاعه كسوب مثلا، هذه كلها ما عندناش مشكل. غير هي بالنسبه للخضر هناك طريقه، واي خضر؟ نعم اي خضر، والطريقه ديال اعطاء الخضر، لان خصنا نفهموا واحد المساله، ان باش نعطيو مثلا الخضر خصنا نتفاداو المشكل ديال الحساسيات الغذائيه. وهذا المشكل ديال الحساسيات الغذائيه يقدر يجي يا اما عن طريق استهلاك غذاء واحد اللي يعطيني حساسيه، او لا بعض المج بين اغذيه يقدر يعطيني حساسيه. لهذا اشنو تنصحوا؟ اولا في ادخال الاغذيه اننا ندخلوا غذاء واحد في اليوم. مثلا الاغلبيه ديال الناس باش يبداو تيبداو بطاطا مثلا، غنعطي بطاطا غنعطيها بوحدها. كاين بطاطا تقول الناس سينابي هي شي راه ماشي خضره. متفق معاك. غنبدا مثلا بطاطا اليوم وغدا، ماشي اليوم عطيت بطاطا وغدا غنعطي بطاطا وخيزو. لا، اليوم غنعطي بطاطا، غدا غنعطي خيزو، بعد غدا عاد يمكن نعطي بطاطا وخيزو. علاش؟ حيت مش غنعطي بطاطا اليوم مثلا ما دارتلوش حساسيه، دونك غنعرف الا دار الحساسيه غدا غتكون الخيزو ماشي البطاطا. فاهمين؟ او لا يقدر يكون ماشي بطاطا ماشي خيزو، المج بيناتهم هو اللي يعطي حساسيه. هذا هو النقطه ديالنا. مثلا عاوتاني غندخل القرعه، النهار اللي غندخل القرعه غندخلها بوحدها، يعني ادخال غذاء واحد جديد في اليوم. ما يمكنليش نعطي جوج الاغذيه جداد ولا هذاك الخليط من الاول ديال الخضر كامله. لا لا, لا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان بعض الاغذيه مثلا عصير الليمون مثلا عصير البرتقال تنعطيه، ولكن تنعطيه 50 50،
ديري 50% داكشي فيه الماء داكشي اللي عطينا ديال الليمون تنزيدو فيه نفس النسبه ديال 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 الماء. ممكن نعطيو مثلا موز دي كومبوت ديال لي فروي طيبين من الاحسن طيبين من الاحسن ملي تنهضر الا بدينا خصوصا الا بدينا في 4 شهور من الافضل انهم يكونوا طيبين يعني مسلوقين في الماء ما نديروش بابي الومنيوم. حنا غنتحدثوا ان شاء الله قريبا على هذا المدار ديال الالومنيوم. الله يجازيكم بخير العيالات اللي تسمعونا الان اللي عندهم الالومنيوم في الدار الله يرحم لكم الوالدين. انا تنرغبكم الى ما لوحوا هذا بابي الومنيوم لوحوه ما تعطيوهش لان تي عطيتوه راه غدير تستعملوا واحد اخرين الناس لوحوه ومن بعد تبعوا معنا في كل وتمعن في الحلقات القديمه ان شاء الله وغادي نقول لكم ان شاء الله ان شاء الله. فهذوك لي كومبوت الناس اللي تيديروا انا ما عرفتش منين جات هذه النصيحه ما عرفتهاش منين جات هذه النصيحه ديال ان الناس ولاو تيطيبوا في البابي الومنيوم وان الناس الناس بالنسبه لهم البابي ولات بالنسبه لهم موضه ولا بالنسبه لهم لوكس. سي ان لوكس انك تغطي بالبابي الومنيوم او لا سي ان لوكس انك تغطي ولكن لا كومبوت ما محتاجاش بابي الومنيوم تنديروا كاين اللي تيديرها في البابي الومنيوم تنقيوها تنزيدوا على شويه الماء تنخليوها تطبخ تنمعكوها كاين اللي تيديرها في بابي الومنيوم دخلها الفران لا او اللي تيديرها في بابي الومنيوم ديرها تسلق او اللي تيديرها في بابي الومنيوم ويدخل هذيك سي بابيوت كاتاستروف يقدروا يعوضوا بابي الومنيوم بابي سلفاريزي او اي بالتفاحه نديرها في الماء تسلق هكاك واضح ماشي ضروري انا نديرو غير الماء كفايه باش اللي تشربوا هذيك اكزاكتومون باش ما نضيعوش هذاك الماء اكزاكتومون تبارك الله انا غادي نرجع لك لا سوب نعم. لا سوب لي بيدياتر وانا ام طبعا كانوا سيقولنا ولا بدا واحد الخضر خضراء يعني ولا بدا واحد القريعه خضراء ولا شويه ديال لي زيبينار ولا ورقه الخس ولا المهم شي حاجه خضراء مزيانه هاد القضيه جميع لان الطفل هو في فتره نمو ويحتاج الى جميع المكونات الغذائيه اللي كاينه في الطبيعه. هذه المساله ديال الالوان اكيد كنا تحدثنا قلنا في اختلاف الالوان فيه اختلاف للمكونات الغذائيه. تنهضروا على الخضره خضراء ولكن هذا ما تمنعش انني ما غنعطيش خيزو مثلا يعني غنعطي القرعه غنقدر نعطي حتى مثلا الخشيش ولا كان طبيعه الحال خاصها تكون حاضره. هذه النقطه اللي هي صحيحه واللي خاصها تكون حاضره هذيك الخضره اللي اللون ديالها اخضر او لا حتى الخضر الاخرى الموسميه واضح. بعض نعم بعض الاحيان تنقدروا نعطيو بعض الاغذيه اللي تيكون عندها لو بوفوار اليرجيك كبير. نعطيك مثال الفخيز مثلا الفخيز واخا يكون وقته تيخصني نبدا بكميات قليله وحتى يفوت الرضيع 6 شهور ومنين تنعطيه له تنرد البال الحساسيات. هاد الاغذيه اللي فيها الحساسيات كثيره البيض الحوت الفريز يقدر يدير حساسيه للحم يقدر يدير حساسيه للغلوتين مثلا. جوستومون في الصوبه نورمالمون تنديروا واحد مره تنديروا واحد طريف اللحم وطريف هاد الحوت ماشي مشكل. تنهضروا على طريف راه تنهضروا على 20 غرام دويمه صغيره صغير فريمون صغير بحال هذوك التسقيط عند اللحم ديال القضبان ولا ديال الحريره نعم وحده نعم صح فقط. لان المشكل اللي كاين في لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير هو خاصنا نردوا البال الكميه كذلك. مثلا مثلا نهضروا على البيض راه ما تنبداوش بالبيض تنبداو بالصفر واخا تنبداو بالربع ديال الصفر البيض من بعد 9 شهور تندوزو للنص من بعد عام عاد يمكننا نعطيو الصفر كامل هكذاك واخا يمكننا نعطيو البيض واخا. علاش؟ لان البيض فيه بروتينات بشكل كبير يقدر يخلق لي مشكل الحساسيه. النقطه كذلك اللي كاينه هو ان ملي غنعطي الفريز ونعطي البيض ونعطي الحوت راه ما خصنيش نجمعهم كلهم في نهار واحد من الاول بحال الشغل ديال الخضره نعم ندخل غذاء واحد. الا غادي نعطي مثلا الفريز في الاول خاص دوز واحد المده وعاد غنعطي مثلا في نفس اليوم غنعطي فريز وسمك ولكن خاص يكون الطفل راه وصل 8 شهور وصل 9 شهور. لان ملي تنهضروا على لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير هنا منظمه الصحه العالميه هضرات بان في مثلا ملي تنهضروا على 6 شهور تيخصنا نعطيو 9 المرات الحليب وجوج الوجبات. تنهضروا على 9 شهور تنهبطوا الحليب لسبعه وتنطلعوا الوجبات لاربعه. ملي تنهضروا لعام تنوليو نعطيو خمسه المرات الحليب وخمسة المرات الوجبات. يعني حتى هذه المسألة ديال الوجبات في اليوم راه ماشي غنبدا لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير وغندوز من 100% ديال الحليب 100% ديال الماكلة لا لا لا, لا, لا شوية بشوية خاصها تكون بطريقة اللي هي أولا غادي يولف ثانيا كاين هناك لا تيكستور يعني الطريقة باش غنعطي الماكلة. في الأول تنبدا بها سائلة تنبدا بلا سوب جارية وربما هذيك لا سوب غنصفيها أصلا. علاش؟ لان الطفل راه باقي ما مولفش راه خصو يولف انه غيدخل شي حاجه في فمه اللي غادي تبقى ليه في الفم ديالو. من بعد تندوز اون بوري اللي تتكون شويه جاريه هنا يمكن يعطيها بالمعلقه عاد من بعد تكون قاصحه شي شويه تنبقاو المعسو تنسميو حنا المعيس لان يعني المعيس ماشي هو لا بوري تتكون جاريه شويه على المعيس فعاد تنبقاو المعسو باش نعطيو للطفل في سنه ونصف
ممكن الطيف انه ياكل معنا في المائده ديالنا الماكله اللي تناكلو ماشي مشكل. واخا نتكلموا على المواد الدهنيه، هاد لا سوبا دي كثير من السيدات تيديروا فيها فرماجه، تيديروا فيها شويه الزيت الزبده، خاصنا نبعدوا منها ياك. الوغ بالنسبه للاغدي اللي من الافضل اننا نبعدوا منها، كاين هناك اولا اضافه الملح نهائيا، اضافه السكر نهائيا. ممكن نعطيو السكريات الطبيعيه شحال هذه كانوا تيديروا التمره في فاسمه وتعطيو للدري انه يمص، ولكن يردوا البال باش ما تحل باش ما تمشيلوش. كذلك بالنسبه للفول هذا كذلك يقدر يدير حساسيه، بنت تفكر دابا الامور اللي تقدر دير حساسيه، الفول كاوكاو اللوز ولا القرقع هذه امور تقدر دير حساسيه، تنعطيوها ابتداء من 8 شهور 9 شهور، ولكن ملي تنعطيوها تندخلوها مثلا وغنرد البال واش الطفل غيدير اون اليرجي ولا ما غيديرهاش. نفس الشيء بالنسبه للخبز، من الافضل حتى نفوتو 6 شهور لان يقدر يكون يدير لنا حساسيه ديال الجلوتين. اذا كان الطفل بدينا له في 4 شهور ما نعطيوش الخبز، حتى وصل 6 شهور عاد نعطيو الخبز. فملي تندخل هاد الطريقه بهذا الشكل هذا، ملي تنبعد على الملح، علاش نبعد على الملح ولا السكر؟ لان ماشي غير بطريقه مباشره، حتى بطريقه غير مباشره ملي غندير عصير الفواكه راه ما غنضيفلوش السكر. علاش؟ لان الطفل في لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير تيبدا عنده التربيه ديال المذاق، هذيك التربيه ديال المذاق هي اللي غادي تاثر على التربيه الغذائيه. الا ولفنا الطفل انه ياكل مالح وياكل حلو اكيد من بعد ما غيبقى ياكل لك لا خضره ولا محزنون. داكشي علاش تنصحوا الناس ما يعطيوش، كاين بعض العادات الناس الامهات تعطيو اللويزه للدري من يلاه تزاد فيها السكر. لا اخطر واصعب اخيب شيء ممكن يدار للطفل هي ديك المعلقه ديال الويزه منين يتزاد، ما نعطيوه لا الويزه ولا والو، غنعطيوه الحليب والتلي ديال الام ديالو انه يرضع. فهذه كلها امور باحترامنا ليها تنكون احترمنا الطفل واحترمنا النظام الغذائي ديال الطفل، ولكن تيخصنا نردوا البال وانا تناكد عليها. تحدثنا هذا الاسبوع في الاواني ديال الطهي اللي غادي نطيبوا فيها بالنسبه للوليدات الصغار، وكذلك بما اننا تنضرعوا الوليدات الصغار تنأكد، وهذه مسألة غتنأكد أنا غنرجع لها بتفاصيل. الله يجازيكم بخير، بعدوا من السكاتات وبعدوا من الرضاعات اللي مصيبين بالبلاستيك، يعني غادي نرجعوا لها من بعد، لأن السكاتة راه ما فيها حتى شي منفعة بالنسبة للرضاع، فقط يعني تيبقى يمص 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 وتيمص، كاين هناك إفراز ديال المادة اللعابية في الفم ديالو، هذيك المادة اللعابية يعني إفراز مواد على مستوى الجهاز الهضمي اللي غتقوم بعملية الهضم، وهذا تيشكل خطر كبير بالنسبة للرضيع. لهذا يمص صبعو ولكن السكتة نحاولوا ما أمكن أنه يبعد منها، أن هي أصلا فيها بهذيك المواد البلاستيكية، إلا كان البلاستيك العادي فيها مواد اللي هي خطيرة بالنسبة للرضيع. واضح. وهنا غادي نختم بمقولة ديال البروفيسور أومليل الله يذكرها بالخير. كانت تقول لنا يعني هي تشبت بالتقاليد المغربية في المسألة ديال الغذاء والتغذية حتى بالنسبة للأطفال الصغار، هي طبعا هي رابيدياتر. فبالنسبة للمواد الدهنية فاش تقول لك؟ تقول لك معلقة ديال زيت أرغان بعدا تجي لذيذه مع الصبه، ما تتبانش هذيك لو مونك ديال الملحه، وتتعطي واحد النسبه بحال ديال النوازات. نعم، واللي ما عندهاش ارغان ندير زيت العود بطبيعه الحال. الله يرضي عليك. الا ما كانش الا كانت ما كانش معلقه زيت ارغان معلقه زيت العود، الا ما كانش زيت العود معلقه نوار الشمس، جامي الزبده. نعم. جامي الزبده. شكرا لك سي نبيل العياشي، جمعه مباركه عليكم مستمعينا فين ما كنتم، تلاقاو عما قريب ان شاء الله دائما في موعدكم اليومي للتغذيه والصحه، كلوا تمعن الى اللقاء.